السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في قناة آي سي تي. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. السيشن الخاصة النهاردة إن شاء الله هي تكملة لمايكروسوفت وورد اللي خدناه في سيشن 2-1 اللي فاتوا، وإن شاء الله النهاردة هنتعلم تولز جديدة. طيب تعالوا نفتح المايكروسوفت وورد. خدنا السيشن 1 او بارت 1، خدنا الجزء ده، وخدنا في بارت 2 هاو تو رايت ليفت تو رايت، وخدنا الكالر والهايلايت، وخدنا الحاجات دي كلها. طيب التول الجديد النهارده معانا هنتكلم عن ان احنا لو محتاجين نعمل الجمل بتاعتنا في شكل نقط، يعني هاو تو رايت ذا سنتنس في شكل بوينتس، يعني مثلا لايك 1 2 3 او في شكل مثلا دوتس او كده، نعمل ايه؟ كل اللي علينا ان احنا هنيجي عند التول دي ونيجي على السهم ده ونعمل وان كليك ونختار الاشكال اللي احنا محتاجين نعمل بيها بوينتس، ممكن ده وممكن ده، تعالوا مثلا نختار ده. طيب تعالوا كده نجرب كده نرايت سنتنس ونشوف هل فعلا هي هتكتب في شكل نقط ولا لا. طيب مثلا I go to school by. بص دلوقتي انا لما بحب ان انا يعني انتقل على الجمله اللي بعديها بعمل ايه؟ ادوس انتر كده. لاحظتوا ايه؟ لاحظت ان هو فعلا حط لي الجمل في شكل نقط. طب تعالوا نجربها تاني. I go to school by car انتر. لما اعمل انتر بحب الاحظ ان هو فعلا التول دي بتخلي لي السنتنس في شكل ايه؟ بوينت. طيب عايز اعمل يعني اشكال تانيه للبوينت، عايز اعمل نمبرز، عايز اعمل letters، اعمل ايه؟ اجي على التول اللي جنبها دي وادوس على السهم ده هيطلع لي بقى ايه اشكال دي كتيره، ايه شكل نمبرز. حتى لو لاحظته وانا واقفه عليها كده هي عامله الايه؟ هي عامله شكل، غيرت السنتنس لشكل ايه؟ ارقام، letters كده. اختار بقى الشكل اللي انا ايه عايزه. طيب تعالوا نجرب تول جديده باك سبيس كده. دلوقتي انا عايزه ادي اوردر للباراجراف ان انا هقول له ان انا هكتب فروم ايه، فروم ليفت تو رايت. طيب التول اللي انا واقفه عليها دي هي دي اللي بتخليني انا اكتب الباراجراف فروم ليفت تو رايت، ولما بيتم الاختيار عليها او لما بختارها بعد عليها وان كليك هي اوتوماتيك بتختار اللي فاكرين لما السيشن اللي فات قلت لكم على التول دي كمان خاصه بالاي هاو تو رايت ليفت. طب تعالوا كده نجرب نكتب مثلا باراجراف. طيب مثلا I love my school and I love my friends. نقطة. I go to school. بس لاحظتوا ايه؟ لاحظتوا ان لاحظتوا انه الباراجراف كله ماشي على ايه؟ from left to right، انه زي الايه؟ رولر كده، المسطره كده. فانا كده خلاص سيستمت الباراجراف ان انا from left to right. خلاص كل ما هعمل يعني كل ما هعمل هنزل على جمله ثانيه هلاقيه بيتكتب بنفس الايه؟ بنفس الطريقه. طيب تعالوا نجربها كده في العربي. تعالوا نجربها في الايه؟ في العربي. نعمل كده باك سبيس. نختار بقى عكسها from right to left، الاختيار اللي جنبها على طول. بصوا اول ما هضغط على from right to left هيروح مختار ايه؟ دي اهو على طول دايركت. خلاص alt shift عشان نحول من انجلش لعربي. انا نكتب بقى اي حاجه بقى حسب ان احنا ايه مطالبين بيه، مدرستي مثلا كثيرا و أذهب إليها كل يوم وأتعلم مواد جديدة.
سي بقى اي يعني اي بقى جمل، خلاص لاحظتوا ايه؟ ان برضو هو ماشي على نفس الايه السيستم برضو فروم ايه فروم رايت تو ليفت. خلاص خلاص مهما بقى اكتب هيفضل نفس الايه بنفس النظام. اوكي طيب دلوقتي انا لو محتاجه اوسع السبيس ما بين السنتنس، يعني مثلا ايه دي سنتنس خلاص ودي سنتنس، طيب عايزه اوسع بقى المسافه اللي ما بينهم اعمل ايه؟ في اختيار هنا موجود اللي هو باراجراف سبيسنج، هضغط عليه هتلاحظوا ان انا كل ما ايه هقف هنا الاول عشان بس احدد له انا محتاجه اقف فين. خلاص اهو كل ما هبتدي اختار اختيار هيبتدي ايه يوسع المسافه ما بين الجمل، كل ما هقلل كل ما هيقلل المسافه ما بين الايه الجمل. اهم حاجه ان انا مثلا محتاجه يعني اوسع المسافه بين الجمله دي ودي اجي اقف على اخر جمله اللي هي الاولانيه وابتدي ايه اختار الاختيار، يا اما اكتر وازود المسافه يا اما ايه اقلل. بس تولز يعني سهله جدا جربوها. محتاجين اهم حاجه ان احنا يعني كل تولز ناخدها نجربها. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.